مرحبا، معكم ريما من جديد. اليوم رح نعمل درس عن طريق شغل كيف نعمل أساور الأصدقاء. رح اشتغل بهدول القطن الناتشر، أحلى قطن بشغل الأساور، بتطلع كتير حلوة وناعمة وسيمبل. تمام؟ أوكي. هلأ لنشتغل الأساور، المبتدئ ممكن يحطها على أي شيء، يربطها بإيد الباب، يربطها بإيد طاولة، يشتغل بطريقة يقدر كيف يعني يقدر يشتغل فيها أساور الأصدقاء، لأنه لازم نعلقها بشيء. أنا إجمالاً بشتغل على هاي. تمام؟ ندخل الخيطانات من هوني بهالطريقة على قد ما بدي أشتغل، وبلش اشتغل. هاي بتمسك لي اياها وبقدر اشتغل فيها. تمام؟ اللي ما عنده مثل هاي ممكن يشتغل على العادية تبعت النوت اللي بتمسك هذا، بحط الخيطان تحت هون وبيضغط عليه وبيشتغل. اوكي؟ هلا بتقرري انت على الالوان اللي بدك اياها بمقاس معين. بتسحبي الخيط، واحد اثنين، تلفيهم قد ما بدك، ثلاثة. تمام؟ وبنقصهم. تمام؟ برجع بقصهم من هون وبربطهم هوني عشان يمسكوا لي بس الحبال، وبلش اشتغل. هلا باخد اول لون وبدي اربطه مع كل لون. تمام؟ بعمل هيك، شوفوا كيف طريقة هاي، وبدخل اللون من تحت وبسحبه وبشده وبترك هذا. باخد التاني بسحب اللون وبشده وبتركه. بشتغل على نفس الخيط الرئيسي. تمام؟ على كل اللون البنفسجي. تمام؟ باخده وبسحبه وبشد الخيط. برجع اللون البنفسجي الأخير، بعمل هيك، شفتوا؟ وباخد اللون من تحت وبسحبه وبشد الخيط. خلصت من اللون البنفسجي، بلش هلا بالالوان التانية. باخد اللي مثله، ضل على نفس الخيط اللي بديت فيه بالقبل، وبسحب وبشد. نرجع ناخد الخيط التاني. الشغلة بدها طولة صبر، ونشتغل بهدوء عشان تزبط معنا الشغلة. هلا بقي الاخير، باخدهم وبرجع. هلا هذا اللي اشتغلت فيه بتركه، باخد اول خيط من هون وبرجع نفس الشيء. ببدا باللون البنفسجي، بسحب اللون وبطلع، باخد نفس الخيط وبترك القديم، برجع اللون الثاني كمان بنفسجي وبلف الخيط وبسحب وبتركه. اللي بعده بعمل هيك وباخده من تحت. شوفوا، هاشتغل قريب لتشوفوا. بعمل هيك وبسحبه من تحت وباخده وبربط. هلا ببدا بالالوان التانية، بتركه، برجع لف الخيط وبسحبه. بعمله بهالطريقة من تحت، باخده وبسحب، مع اخر لون باخده وبسحب. ركزوا، لانه لو خليت هذا اللي يمشي ما حيطلع لون البنفسجي، هون حيطلع لون البيج. هلا اللي اشتغلت فيه بتركه، برجع باخد اول واحد من هون
وبشتغل نفس الطريقة على كل الخيطانات. برجع وباخده بنفس الطريقة، بلف وبسحب. بلف وبسحب. بلف وبسحب. اي سؤال ممكن تكتبوا لي بالكومنتس بشرح لكم اياها من جديد. بسحب. بدت تتكون عندي، شوفوا. لا خلص كم دور وارجع شوف اجيكم. شوفوا وين صرت. قرب لكم كام. شوفوا كيف تطلع. انتي فيكي تحددي كم خط بدك من هاللون وكم خط بدك من هاللون حسب شغلك. تمام. ومثل ما قلت لكم لما ناخذ الخيط ونكرر نشتغل فيه اللون، هو اللي بده يكون اللي نربط فيه. تمام. هو نطلع بالربط فيه. صار بدي اغير هذا اللون، هو اللي بياخده. شفتوا بيطلع اللون نفسه. لو قررت اخذ البنفسجي بصير بدي اضبط هو البنفسجي بيعطيني اللون البنفسجي. شفتوا كيف لون بنفسجي، بس انا عم بشتغل على لون البيج، فلون البيج هو اللي بدي اربط فيه. تمام. بفلته. ولما انا بدي اللون البيج هو اللي يطلع، هو اللي بدي اربط فيه واسحب، بيطلع بيج. كتير سهل لو عرفت الطريقة. بعمل هيك وبيطلع بيج وبكمل. لخلص وارجع لكم. تقريبا هذا المقاس اللي بدي اياه. بنفك هلا من هون وبنربط هيدول عند الحفة. مزبوط. لا هيك ما بينفع، بترجع بتفكيها تركي من جديد. بدها تكون الخيطانات نفس البرمي. أيوة. وبتجيبيها على البداية وبتشدي. نرجع من الطرف الثاني ناخدها وبنربطها. شفتي لازم الخيطان تكون قد بعضها ليطلع الربط حلو وما يطلع فيه التوك. وبنشدها. بترجع بتعمليها هيك وبتحطي الدويرة على الدويرة وبتحددي قد ايه بدك الطول وبتقصي الباقي. تمام. وهيك صورتنا بتصير. في ناس بتحب تلبسها هيك وفي ناس بتحب تلبسها بس تنفتح بهالطريقة. اللي ذكرني اعمل الاساور هالصغير الحلو طلب مني اعمل له اسواره، بحب يلبسها بهالطريقه او انه يفتحها. شفتوا كيف لف ايدك وبيربطها وتصير حلوه. شكرا. هذا درس اليوم. ولو عجبكم ولقيت اقبال على الفيديو لحط دروس تانية وبديزاينات تانية واشكال كتير حلوة ان شاء الله انا وياكم. وشكرا على المتابعة. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك. وشكرا لكم.